تبتسم حتى ترى كل ما فيها جميل، واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. غرس طيب للورى جانا بالخلق الفضيل، نحو هامات الذرى فيه برهان الدليل. من إلى الحق برى لا يهاب مستحيل، دون أحلام الكرى يرسم المعنى الأصيل. طيف أجسام سرى يغمر القلب العليل، فوق أفياء الثرى يرتجي ظل الظليل. ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل، واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا موصول عن التثبت والتبين. في هذه الحلقة سنتناول خمس نقاط أساسية. النقطة الأولى حوار الله مع عيسى الذي خلقه من أم دون أب. يقول عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. في هذه الآية سؤال من رب العالمين الذي يعلم السر البشري وجهرهم ويعلم ما لا يعلمون: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وكان جواب عيسى ذو شقين. الأول إثبات حقيقة أساسية، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس من حقي أن أقوله. الثاني إثبات حقيقة أخرى، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. صلب الحوار هنا تمثل في سؤال الله لعيسى عن سلوك ادعى الناس أنه صدر عن عيسى عليه السلام، وليقيننا أن الله يعلم أن عيسى لم يقل ما قاله للناس. فالسؤال الآن: ما الحكمة من سؤال الله لعيسى عن أمر يعلمه تبارك وتعالى؟ برأيي له حكمتان وليس حكمة واحدة. الأولى درس لعيسى كي يعطي للتبين والتثبت قيمته الحقيقية، والثاني درس لنا معشر البشر لنتعلم قيمة التبين والتثبت واستدخال هذه القيمة في نفوسنا ونفوس أبنائنا لما لها من مكانة كبرى وقيمة كبرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التبين وعدم إطلاق الحكم والدخول لنوايا الشخص مع وجود ما يدحض هذا الحكم. والآية تتناول موقفا وقع به بعض الصحابة حين أصدروا حكما على شخص ألقى إليهم السلام فاتهموه بأنه غير مؤمن. فيقول رب العالمين عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الملفت هنا أن أمر التبين جاء مرتين، الأولى قبل الوقوع في سلوك عدم التبين وإصدار الحكم على الشخص أنه غير مؤمن مع أنه ألقى عليهم السلام، حيث كان هذا السلوك سائدا عندهم قبل أن يمن الله عليهم بالإسلام، كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم. والثانية بعد الوقوع بهذا السلوك الذي يحذر الله عباده من الوقوع به: فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير. النقطة الثالثة تزداد أهمية التبين إن كان مصدر المعلومات فاسق، لأن نتائج عدم التبين ستدفع للندم. وبهذا يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اعتمادكم على معلومة جاءتكم من فاسق قولا واحدا ستوقعكم فيما يدفعكم إلى الندم. النقطة الرابعة للتثبت والتبين فوائد أهمها: من يتبين لا يظلم الناس أبدا،
من يتبين لا يظلم الناس، من يتبين تكون نفسه صافية ولا يحمل غلا على غيره من الناس. ثالثا، التبين والتثبت يزيد من انتشار العدل. إيش اللي يخلي الأسر في كثير من الأحيان تقع بخلافات كثيرة؟ أنها لا تتبين، وبالتالي يظلم أحد الناس على حساب إنسان آخر. يزيد التبين من مقاومة، النقطة الرابعة، يزيد التبين من مقاومة المجتمع للشائعات والحرب النفسية، لأن من يتبين يستطيع كشف الشائعات ويعرف أنها كذب. هذه الشائعات في أيام الحروب، في أيام الأزمات، هدفها معروف، تفكيك المجتمع وإثارة الفوضى وعدم الثقة بين أفراده. الشيوع هذه الشائعات وانتشارها، اعتمادها، تعرفوا على ماذا؟ اعتمادها على القابلية العالية عند الناس لعدم التبين. المجتمع اللي يكون فيه التبين عالي مالها يعني أرض خصبة الشائعات، ما ممكن تنتشر بينهم، لأنه أول ما يراجع، أول ما يتثبت، يتبين له أنه كذب. وقد قلنا في حلقة سابقة تبينت أنها كذب أو حتى صدق، ينبغي أن لا تنتقل من عند الآخرين. النقطة الخامسة، أن التبين يساعد في مواجهة الكذب ومحاصرته والتقليل منه. النقطة السادسة، زيادة تقوى القلوب. النقطة السابعة، من يريد أبناء متثبتين متبينين فليمارس التثبت والتبين معهم ومع غيرهم وأمامهم. لا ينبغي إطلاقا أنه تجيني معلومة من أحد أبنائي عن أخيه أو عن قريبه أو عن زميله واجعلها تمر هكذا. ينبغي أن لا أصدر حكما لأنني سمعت وابني يلاحظ أنني قد سمعت وأصدرت حكما سواء عليه أو على غيره. قبل أن أتبين يمنع، وحتى بعد ما أتبين إصدار الأحكام في الحقيقة أمر يعني أتمنى إن شاء الله أن تتاح لنا فرصة الحديث في حلقة نخصصها له. هذا الأسلوب يجعل أبنائنا يتعلمون آليات الوصول للحقيقة، فإذا تعلموا هذه الآليات بالتالي يمكن أن يصبح التبين والتثبت عندهم يسيرا. لا ينبغي أن يصدق أي ابن من أبنائي أو أي شخص خارج أسرتي إذا نقل له خبرا يتعلق بأحد أفراد الأسرة إلا بعد أن يتأكد ويتبين ويتثبت. النقطة الخامسة، كلمة يقولون. على كل أب وأم التوقف عن استخدام جملة باتت شائعة بين الناس، يقولوا والله سمعت واحد يقول. هذا كله إياك أن تستخدم هذا الأسلوب أخي المشاهد إلا بعد أن تتأكد من صحة ما يقولون، بشرط أن يكون ما يقولونه حقا وخيرا، وإلا فلتتوقف كلمة يقولون عندي وعندك، كي لا نكون أحد أسباب نشر ما يؤذي الناس في أمنهم من نفسي ويزعزع ثقتهم بأنفسهم وببعضهم ويملأ قلوبهم بالشك ويزيد من عدم استقرارهم، وكل هذا يزيد من الاضطراب النفسي لدى الناس مهما كانت درجة هذا الذي يقولونه بسيطا. ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فلينتبه لنقطة مهمة، هي أننا كلنا مسؤولون، وكما قال النبي لمعاذ حين سأله وهل نؤاخذ يا رسول الله بما نقول، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ بن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وأنتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل، واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. غرس طيب للورى جانا بالخلق الفضيل، نحو هامات النرى فيه برهان الدليل. من إلى الحق برى لا يهاب مستحيل، دون أحلام الكرى يرسم المعنى الأصيل. طيف أنسام سرى يغمر القلب العليل، فوق أفياء الثرى يرتجي ظل الظليل.
ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل، واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل.